حب الصحابة لرسول الله هي قصص الحب النموذجي، ولا يمكن البدء إلا بحبيب رسول الله سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كيف كان حبه لرسول الله؟ ويكفي أن نلخص هذه الجماليات في حياة الصحابة مع رسول الله في تلك اللحظة، وذاك الموقف وذاك المشهد العظيم في طريق رسول الله مع رفيقه في الهجرة. أصاب سيدنا أبي بكر وسيدنا رسول الله العطش، فجاء سيدنا أبو بكر بمذقة لبن، يعني بشربة لبن، وهو يعني في عطش شديد، فجاء بها إلى رسول الله. قال سيدنا أبو بكر: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. الذي يشرب هو رسول الله، والذي يرتوي هو سيدنا أبو بكر. هذا الحال موروث عند أهل الله، يسمونه حال يا أنا، يعني كل ما أرجوه في نفسي أجده فيك. الله. وهو معنى إيماني: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن هو أحس بالري، أحس بذهاب العطش بشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواقف الفداء، مواقف التضحية، مواقف المحبة، من أعظم من أحب رسول الله وعبر لنا عن هذه المحبة وخلف لنا موقفا سواد. مرض الحبيب فزرته. نعم. فمرضت من نظري إليه. من نظري إليه. وبعد كده. يعني فجاء الحبيب يزورني فشفيت من نظري إليه. نعم. وهناك هذا التبادل في المحبة. سواد الذي كان في الصف مع الجنود وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: استقم يا سواد، فما رجع، فطعنه يعني بعصا صغيرة هكذا، يعني أمر رمزي. صلى الله عليه فرجع وسلم. فرجع سواد إلى الوراء يعني، ثم قال: يا رسول الله يعني أريد أن أقتص منك. فقال رسول الله: اقتص يا سواد، انظر إلى هذا السلوك المحمدي. قال: لكن يا رسول الله أنت تلبس يعني ما يحميك، أنا كنت عاري البطن، فيعني اكشف عن بطنك يا رسول الله. والصحابة يتعجبون، فإذا بسواد يذهب يلثم إلى يلثم الجسد الشريف ويلثمه. قال: ما تفعل يا سواد؟ قال: نحن على 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 حرب، نحن داخلون على حرب، واني يعني على وشك الاستشهاد، واردت ان يكون اخر عهدي بالدنيا الله ان يلامس جلدك يا رسول الله. حب. كيف